هاي حاسة بتعب وتقل وخمول ومودك مش متظبط وعايزة تنامي طول الوقت بسبب ومن غير سبب. لا أريد، سأبقى نائمة حتى لو أتت الشرطة واعتقلتني سأنام في الزنزانة. تغير هرموناتك اللي مش متظبطة ومخلاكي عايزة تعيطي طول الوقت وعايشة دور الضحية بسبب ومن غير سبب. لا وإيه جوزك اللي ما بقيتيش طايقاه ولا طايقة ريحته ولا ريحة البيت كله. مالك يا فاطمة؟ ضربة بوز ليه؟ هو انا كده مش طايقه نفسي؟ عملتي اختبار وطلعت النتيجة إيجابية، ألف مبروك. بس ما تتخضيش، في إيدك تخلي الـ9 شهور دول أجمل 9 شهور عدوا في حياتك، وفي إيدك تستسلمي بس ما نصحكيش قبل ما تدوري على شنطة البيبي وتجهيز شنطة الولادة ولبس البيبي وسلبتاته. في حاجات أهم من كده بكتير. انتي بعد كام شهر هتستقبلي أجمل حاجة في حياتك، البيبي اللي أول ما هتبصي في عينيه هتقعي في الحب من أول نظرة. دلوقتي قطعة السكر دي بتتكون جواكي، وفي حاجات كتيرة قوي محتاجاها علشان يطلع سليم وعافى بصحة جيدة وعشان ما تندميش. أول نصيحة ليكي هي أن انتي تحافظي على صحتك النفسية وتبعدي عن أي توتر. ما تفكريش، وعلاج التفكير الزائد أو التفكير المفرط هو الذكر أو التسبيح. حاولي أن انتي تقري كل يوم ورد من القرآن الكريم. أنا كنت دايما بحب في فترة الحمل بتاعتي أن أنا أقرأ القرآن وأمسح على بطني. القرآن بيساعد على تهدئة النفس، وكمان البيبي بيسمع جوا بطنك فهيطلع متعلق بصوت القرآن. ولو حسيتي بزغللة أو أن انتي مش قادرة تقرأي القرآن ممكن تشغليه وتسمعيه. دوري على مسلسل لذيذ أحداثه هادية والمناظر الطبيعية فيه جميلة وبتهدي النفس. نيجي بقى لتاني نصيحة، وهي انك محتاجة ان انت تهتمي بصحتك الجسدية. اول حاجة اهتمي بشرب السوائل واللي ممكن تاخديها من العصاير والفاكهة والمية، ولازم وجباتك تكون متوازنة وتحتوي على كل العناصر اللي ممكن يحتاجها جسمك وكمان البيبي. ما ينفعش ناخد كل الفيتامينات من الحبوب والأقراص بس، لازم ناخدها من مصادرها الطبيعية اللي هي الأكل والغذاء. وده ما يمنعش ان احنا كمان نهتم ان احنا ناخد الأدوية بتاعتنا زي الفوليك أسيد اللي لازم تحافظي عليه في فترة الشهور الـ4 الأولى، لأنه بيمنع تشوهات الأجنة، ومن بعده تحافظي على جرعتك من الكالسيوم والحديد اللي محتاجها جسمك قبل ما يكون البيبي محتاجها. اخر نصيحة ليكي هي انك تدلعي نفسك وتريحيها على قد ما تقدري. ما تجيش على نفسك ابدا لأي سبب إن كان، كل حاجة هتتعمل، لو ما كانش دلوقتي يبقى بعدين. ممكن كمان تستعيني بأي حد ان هو يساعدك، استعيني بجوزك او اي حد من اهلك، ولو ما فيش اي حد ولا يهمك، كل حاجة هتتعمل في وقتها. اهم حاجة دلوقتي هي صحتك وراحتك وبس. وطبعا ما تنسيش انك ما تشيليش حاجة تقيلة ابدا ولا تحركي اي حاجة من مكانها، وما تصحيش جواكي روح المهندس الديكور وتبدأي تغيري في نظام البيت وتزقي ده وتحركي ده. لا، على الاقل اول 4 شهور ما تعمليش كده خالص علشان صحتك وصحة البيبي. والف مبروك على البيبي، تؤمننا بالف سلامة.